حبايبي واولادي طلبه طالبات الصف الثالث الاعدادي. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسله حل الامتحانات، وزي ما احنا عارفين واحنا بنحل الامتحانات انا بفهمكم ازاي تحلوا السؤال نفسه، بغض النظر السؤال هيجي لنا زي ده ولا لا، المهم ان احنا نعرف طريقه حل السؤال نفسه، ده المهم بالنسبه لي. يعني مثلا انا بحل الديالوج، بعلمك ازاي تحل ديالوج، لو جالي اي ديالوج هحله ازاي، والقطعه لو جات لي اي قطعه هحلها ازاي، وهكذا. فاحنا بناخد مش بس ان احنا بنحل امتحانات وخلاص، ده احنا بنشرح ازاي نقدر نحل اي سؤال بالشكل ده لو جالنا. فبالتالي ركزوا جدا معايا وانا بشرح ازاي نحل الاسئله دي، مش بس نركز في الاجابات، لا نركز في طريقه الحل نفسها. يلا بقى بينا نتوكل على الله ونبدا اول تيست معانا. اول حاجه الديالوج، وزي ما قلت لكم كذا مره لما يجي لي الديالوج لازم اقرا الجمله اللي فوق دي، لان هي بتلخص لي الديالوج بيتكلم عن ايه، ده نمبر 1. نمبر 2 لازم اقرا الديالوج كله على بعضه عشان اشوف بيتكلم عن ايه، عشان لما احط اجابه فوق لازم ابقى عارفه احط ايه، ما تبقاش مختلفه عن محتوى الديالوج، وهنشوف ده دلوقتي حالا في الديالوج اللي معانا. نور is asking her uncle، نور بتسال her uncle سامي about his job، عن وظيفته. Hi uncle, what's your job? وظيفتك ايه؟ قال لها I'm an accountant، انا محاسب. طبعا هي لما بنسأل عن الوظيفة بنقول what's your job، ممكن نقول what do you do، برضو what do you do بيسأل عن الوظيفة، فلما يجاوب هيقول I'm وهيقول وظيفته. نور سألت سؤال، جاوب I work at Misr Bank in Cairo، بشتغل في بنك مصر في القاهرة. هنكمل وبعدين نرجع نحل. How long have you been working there؟ كم المدة اللي انت بتشتغلها هناك؟ I agree 20 years is a long time، انا متفقة معاك او موافقة ان 20 سنة فترة طويلة. يبقى هنا هو لما يجاوب فوق عن المدة هنحط اي مدة من دماغنا وخلاص؟ لا، هنحط المدة اللي هو ذكرها تحت اللي هي 20 سنة، وعشان كده بقول لكم لازم تقرأوا الديالوج كله على بعضه عشان تعرفوا هتكتبوا ايه. لو احنا ما كناش قرأنا اللي بعدها كنا حطينا اي مدة وخلاص، وبالتالي كانت طلعت غلط، بالرغم ان احنا فاهمين ان هاو لونج بتسأل عن المدة وجاوبنا صح بمدة، ولكن حطينا مدة خاطئة لان احنا ما كملناش الديالوج. عشان كده بقول لازم نقرأ الديالوج على بعضه. سألت سؤال، قال لها I go to work by metro، بروح الورك بالمترو. Do you enjoy your job؟ بتستمتع بوظيفتك؟ هيجاوب طبعا بدأنا بفعل مساعد، هنجاوب yes or no. طب انا يا ميس هجاوب yes or no، هنقرأ عشان نشوف. Although it's so difficult، بالرغم من انها صعبة جدا، و although بتيجي بين جملتين عكس بعض، هي صعبة يبقى اللي قبلها لازم تكون ايه عكسها، يعني هو فعلا بالفعل بيستمتع بيها بالرغم من انها صعبة، لكن هنا ما ينفعش يقول لا ما بستمتعش بالرغم انها صعبة، لان الجملتين هيبقوا متفقين مع بعض، والذو بتيجي بين جملتين عكس بعض وليسوا متفقين. كده قرينا الديالوج وعرفنا هنعمل ايه فيه، تعالوا بقى نشوف ازاي نكون سؤال وازاي نعمل اجابة. سألت سؤال، قال لها I work at Misr Bank in Cairo، طبعا انا هنا عندي مكان Misr Bank in Cairo، فبالتالي انا هنا هسأل عن المكان. طيب ايه هي اداة الاستفهام بتسأل عن المكان؟ هي where، فهسأل where وهشيل المكان اللي هو Misr Bank in Cairo، وهشيل كمان معاه حرف الجر اللي قبله، دايما لما اشيل المكان بشيل حرف الجر اللي قبله، فهشيل at Misr Bank in Cairo وهبدأ ب where. طب بعد اداة الاستفهام لازم ايه؟ لازم يجي فعل مساعد، helping verb اساسي في السؤال، فعل مساعد ده اساسي، لو ما حطيتش فعل مساعد في السؤال يبقى السؤال غلط. لو عندي فعل مساعد بعمل مقص بين اول كلمتين، ما عنديش فعل مساعد بجيب من دماغي do does that. طيب work دي فين؟ في المصدر، يبقى هنا ما دام في المصدر هجيب اللي في المصدر اللي زيها اللي هي do. طب لو فيها s هجيب does اللي فيها s زيها. طب لو فيها ed او ماضي هجيب did بتاعه الماضي اللي زيها، وهكذا. وفاكرين لما خدنا present simple كنا بنقول ايه؟ مفيش اس هبتدي بدو واحط علامه استفهام، فبالتالي هو ده اللي هيحصل، ما دام مفيش اس هحط دو واحط علامه استفهام خلاص بعد ما الكلام خلص، طبعا بعد ما شلت الاجابه، فهتبقى where do you work، طبعا الاي بتحول ليو. تعالوا بقى نحلها كده، where الفعل المساعد اللي هستخدمه دو، الاي هنحولها ليو، وهنزل work زي ما هي وبس خلاص. كده كونت سؤال، شلت المكان وجبت أداة الاستفهام اللي هي بتعبر عن المكان اللي هي where، بعد كده بعد أداة الاستفهام لازم فعل مساعد، مدام ما عنديش فعل مساعد هبدأ بدو أو does أو did، work ما فيهاش s فهبدأ بدو وخلاص، وهنزل الباقي الـ i اتحولت لـ you، work هتنزل زي ما هي.
تعال نشوف السؤال اللي بعده. how long، how long بتسأل عن فترة، يبقى أنا لازم أجاوب عن الفترة الزمنية هنا ب since أو for. طبعا الزمن اللي عندي هنا أصلا ده مضارع تام مستمر، ده مش عليكم أصلا، بس هنا في الحالة دي زيه زي المضارع التام هنجاوب ب for أو since. و how long الأفضل إن أنا أجاوب ب for. فهو بيقول how long have you been working there. طب أنا لو عايزة أجاوب، أنا هنا اتعلمت أعمل سؤال، طب أنا عايزة أتعلم بقى أجيب إجابة. عشان أعمل إجابة لازم أشيل أول حاجة how long، أشيل أداة الاستفهام مهما كانت عندي، عندي how long، عندي where، عندي when، لازم أشيلها. بعد كده لو في فعل مساعد هعمل مقص بين أول كلمتين وانقل الجملة زي ما هي وبعدين أحط الإجابة. يعني أنا هنا هشيل how long، عندي have you، هعمل مقص بين ال have وال you، ال you هتنزل I وال have هتنزل زي ما هي، وهكمل الباقي هنزله زي ما هو been working there. وبعد كده خلاص انا نقلت الجمله، هي اللي فاضل في الجمله اهو، يبقى شلت اداه الاستفهام، عملت مقص بين اول كلمتين بعدها ونقلت I have been working there. انا بعمل هناك منذ كذا او لمده كذا، هحط بقى المده، فهنجاوب before ونقول المده. طبعا تحت هو ذاكر المده ايه 20 سنه، فهكتب 20 سنه 20 years. I have been working there for 20 years. That's a long time. إنها فترة طويلة. فهي هتقول له I agree that 20 years is a long time. طبعا هنا قلت له I agree 20 years is a long time. فهو هنا ممكن يكون بعد ما يذكر المدة ممكن نقول إيه It's a long time. إنها فترة طويلة. فهتقول I agree that 20 years is a long time. أو I agree 20 years is a long time. سألت سؤال فسامي جاوبها I go to work by metro، بروح الشغل بالمترو. طب هنا في وسيلة مواصلات، طب وسائل المواصلات بنسأل عنها بإيه؟ بهاو، يبقى هنا هسأل بهاو. طيب بعد كده هعمل إيه؟ بعد كده هشيل الإجابة اللي هي by metro، خلاص مش عايزاها عشان دي الإجابة ما ينفعش أحطها في السؤال. بعد كده بعد أداة الاستفهام لازم فعل مساعد، هنعمل نفس الطريقة، مادام ما عنديش فعل مساعد هجيب من دماغي do does did. طب جو، جو دي في المصدر، فهحط بعدها لإيه؟ هبدأ باللي في المصدر اللي هي دو، مفيش اس، هبتدي بدو وأحط علامة استفهام. هنبدأ بدو والآي هتطلع يو وهكمل جو تو ورك، وخلاص باي مترو حذفناها عشان دي الإجابة، فهتبقى هاو دو يو جو تو ورك، كيف تذهب إلى العمل؟ أذهب إلى العمل بالمترو. طيب السؤال اللي بعده دو يو انجوي يور جوب، هل بتستمتع بوظيفتك؟ طبعا مادام بدأت بدو يبقى الإجابة لازم تكون بيس أو نو. هنا قال إيه؟ قال although it's so difficult، بالرغم من إنها صعبة، يبقى أنا بستمتع بيها بالرغم من إنها صعبة، يبقى هنقول هنا إيه؟ هنجاوب yes. وبعد كده هعمل cross between the first two words، هعمل مقص بين أول كلمتين، لأن إحنا زي ما قلنا قبل كده ما بنجاوب yes or no بنعمل مقص بين أول كلمتين. طب إمتى بنجاوب yes أو no؟ لو السؤال بدأ بفعل مساعد وليس أداة استفهام، اليو هتنزل I والدو هتنزل بمقصة. بس كده الديالوج زي ما انتم شايفين ديالوج سهل جدا جدا. تعالوا بقى يلا ننزل على قطعة ملء الفراغات. هنا بيقول لي machine on beautiful kettle microwave foam، دي كلمات اللي المفروض احطها تحت. تعالوا نقرأ بقى القطعة. last friday الجمعة اللي فاتت I went shopping with my mother، رحت عملت shopping مع ماما. I saw many a things، شفت حاجات ايه كتيرة. many beautiful things أشياء كتيرة جميلة، دي الوحيدة اللي تنفع. طبعا ما ينفعش أقول شفت أشياء ماكينة كتيرة ولا حط حرف جر، أشياء على كتيرة، ولا ينفع kettle أشياء غلاية كتيرة، ولا ينفع microwave نفس القصة، ولا from، الوحيدة اللي تنفع beautiful. فأقول I saw many beautiful things، شفت أشياء جميلة كتير. I saw a nice A to boil water with، شفت A حلو او جميل عشان بايل اغلي الواتر الميه بيه. ايه اللي هنغلي بيها الميه؟ الغلايه اللي هي الايه الكاتل. وزي ما انتم شايفين الاسئله سهله جدا وجايه مباشره، ما تخافوش ابدا من القطعه، ان شاء الله هتبقى مباشره كده. also there was a coffee a to make many hot drinks with، في كوفي ايه عشان نعمل بيها الهوت درينكس المشروبات السخنه. كوفي ماشين ماكينه القهوه، اسمها كوفي ماشين ماكينه القهوه. My mother bought a toaster، ماما اشترت توستر. A special offer، خصم مخصوص، هيبقى ايه؟ On a special offer، من خصم مخصوص او عليه خصم مخصوص. بس كده دي قطعة. تعالوا بقى نشوف القطعة العادية مش قطعة ملء الفراغات.
والقطعة لازم يا جماعة نقراها كويس قوي ونحاول نفهم الفكرة العامة ليها، ومش شرط ان احنا نترجمها كلها او نبقى عارفين كلماتها كلها، المهم ان احنا نفهم الفكرة العامة بتتكلم عن ايه. ليه بقى؟ لان هو هيقول لي تحت سؤال لخص قطعة او لخص جزء من القطعة، فبالتالي لازم اكتب الفكرة الرئيسية اللي انا فهمتها في جملة، ودي ممكن اجيبها بسهولة من جوه القطعة زي ما علمتوك قبل كده في الفيديو بتاع حل عقدة القطعة، وهنشوفها النهاردة تاني. كمان ممكن يقول لي ايه الفكرة الرئيسية، فلازم ابقى عارفه القطعه بتتكلم عن ايه. يعني مش ضروري خالص ان انا افهم 100% من كلمات القطعه وترجمها، المهم ان انا افهم مجمل القطعه بتتكلم عن ايه. تعالوا نقرا القطعه مع بعض. Do you think the earth moves around the sun؟ تعتقد ان الـ earth الكره الارضيه moves around the sun بتدور حوالين الشمس؟ Or the sun moves around the earth؟ ولا الشمس هي اللي بتدور حوالين الارض؟ For hundreds of years، لمدة مئات السنين، people thought that، الناس كانت بتعتقد ان the sun moved around the earth، ان الشمس كانت بتلف حوالين الارض. This was only natural، ده كان طبيعي فقط. Because when we see the sun rises in the morning، عندما كنا بنرى الشمس تشرق في الصباح، and sets in the evening، وتغرب في المساء. We can only think that، احنا فقط كنا بنعتقد ان the sun is moving around us، ان الشمس بتلف حوالينا. But one man didn't agree with this idea، في راجل ما كانش موافق على الفكرة دي. He said that، هو قال if the sun is moving around the earth، لو الشمس كانت بتلف حوالين الارض، we cannot explain the movements of Venus، ما كناش عرفنا نشرح حركة فينوس، وفينوس ده اللي هو كوكب الزهرة. This man finally concluded that the sun doesn't move around the earth، الراجل ده في النهاية كده استنتج ان الشمس ما بتلفش حوالين الارض. But the earth moves around the sun، ولكن الارض هي اللي بتلف حوالين الشمس. This man's name is Copernicus، اسمه كوبرنيكوس. At first، في الأول، people thought Copernicus was crazy، الناس اعتقدت إن الشخص ده كان crazy، مجنون. They said he was a liar، قالوا إن هو كذاب. And that he must be killed، ولازم يتقتل. And so، ونتيجة لكده، Copernicus was burned to death، اتحرق لغاية ما مات. For saying that the earth moved around the sun، لأنه قال إن الأرض بتتحرك حوالين الشمس. Later، بعد كده، فيما بعد، people learned that، الناس اتعلمت او عرفت ان Copernicus was in fact telling the truth، ان هو في الواقع كان بيقول الحقيقة، وطبعا اتحرق ومات ظلم. تعالوا نشوف الاسئلة. اول حاجة زي ما انتم شايفين بيجيلي تلات اسئلة تشوز. The main idea of the text is، الفكرة الرئيسية بقى للقطعة دي هي ايه؟ The sun moves around the earth، ان الشمس بتلف حوالين الارض، ولا the earth moves around the sun، ان الارث هي الارض هي اللي بتلف حوالين الشمس، ولا Copernicus was a big liar، الراجل ده كان كذاب كبير، ولا Copernicus was beloved by people، كان محبوب عن طريق الناس. طبعا ايه القطعة هنا بتوضح ان حقيقة ان الارض هي اللي بتلف حوالين الايه الشمس، اللي هي نمبر بي، يبقى هي دي الاجابة وهي دي الفكرة الرئيسية. At first، في البداية، people thought Copernicus A، في البداية الناس كانت فاكرة ان Copernicus A مكتوب فوق ايه؟ crazy، مجنون، ودي جايب النص من القطعة. People killed Copernicus because، هو الناس قتلوا ليه؟ عشان هو ايه؟ عشان هو قال فكرة عكس اللي هم كانوا عارفينها. He was a killer، لانه كان قاتل؟ لا طبعا. They didn't know him، ما كانوش يعرفوه؟ لا طبعا. He said a different idea، قال فكرة مختلفة؟ هو قال فكرة مختلفة عن اللي هم عارفينها. He said the truth، قال الحقيقة. هو قال الحقيقة، بس هم ما قتلوهوش عشان هو قال الحقيقة، هم كانوا فاكرينه كذاب، هم قتلوه عشان هو قال فكرة غير اللي هم عارفينها، فهم بالتالي افتكروا ان هو كذاب. فهنا he said a different idea، هي دي الإجابة. تعالوا بقى نشوف الأسئلة المقالية، تلات أسئلة برضو. How can you infer from the text that people didn't agree with the different opinions؟ كيف أن تستطيع أن تستخلص كده من القطعة إن الناس ما كانتش دايما بتوافق الآراء المختلفة عنها؟ إيه اللي يثبت لك في القطعة إن الناس ما كانتش بتتوافق مع الأفكار اللي ضدها؟ إن الناس عملوا إيه؟ حرقوا الراجل كوبرنيكوس.
فبالتالي من القطع اللي يبين ان الناس ما كانتش دايما بتتوافق مع الاراء المختلفه ليها ان هم حرقوا الراجل لان رايه كان مختلف عنهم. يبقى هنقول they burned Copernicus, هم حرقوا كوبرنيكوس because he a because he had a different opinion, لان هو كان عنده راي مختلف. هي دي الاجابه زي ما احنا شايفين كده, they burned Copernicus because he had a different opinion. What do you think, ودايما what do you think دي بتيجي يعني ماذا تعتقد, دايما بيسألنا عن رأينا. What do you think they feel after they knew that Copernicus was right, من اعتقادك بقى هم حسوا بايه بعد ما عرفوا ان كوبرنيكوس كان على حق. طبعا هتقول I think, لما نيجي نجاوب هنشيل أداة الاستفهام اللي هي what, وهنشيل دو عشان احنا اصلا جايبينها من دماغنا, هي المفروض ان هي احنا بنجيبها لما ما يبقاش عندنا فعل مساعد, فهي اصلا بديهي هي ما كانتش موجوده, واليو هتنزل اي, هقول اي ثينك وهقول انا اعتقد هما كانوا بيشعروا بايه. طبعا لو اي حد عرف ان هو ظلم حد وقتله ظلم هيحس بايه, هيحس بالتعاسه او ان هو مش سعيد, فنقول اي ثينك they were unhappy, اعتقد ان هما كانوا unhappy, ما كانوا سعيدين بالخبر ده لما عرفوا الحقيقة, ودي أسهل حاجة ممكن نكتبها. Summarize the first paragraph of the text in one sentence, لخص بقى أول paragraph في التكست في القطعة في جملة واحدة. فاحنا هنا هنقرأ أول paragraph في القطعة ونلخصه لجملة واحدة بس. أول paragraph في القطعة, الparagraphs بعرفها ازاي يا جماعة, ان هو نهاية الparagraph كده بتبقى فيه full stop نقطة كده, وبعدين يبدأ من سطر جديد paragraph جديد, وبعدين يحط full stop كده, وبعدين يبدأ paragraph جديد من سطر جديد وهكذا. فأنا هنا عندي في full stop اهي ونهى كلامه وبعدين بدأ من أول السطر, فالجزئية بقى اللي بينهي كلامه عنها ويبدأ بعدها من أول السطر هي دي بنسميها paragraph. يعني أول كام سطر دول لغاية الفول ستوب دول كده دي أول paragraph, فهو عايزني ألخص بقى أول paragraph ده. Do you think the earth moved around the sun, تعتقد هل تعتقد إن الأرض بتلف حوالين الشمس, or the sun moves around the earth, ولا الشمس هي اللي بتلف حوالين الأرض. For hundreds of years, منذ مئات السنين, people thought that the sun moved around the earth, الناس كانت بتعتقد إن الشمس بتلف حوالين الأرض. وليه بقى؟ عشان اللي جاي بقى الجمل الجاية بتقول لأن الصبح كانوا بيلاقوا الشمس بتشرق وفي المغرب كانت الشمس بتغرب, فكانوا بيعتقدوا إن هي اللي بتلف حوالين الأرض. يبقى هنا مجمل الكلام ده ايه؟ ان الناس كانت بتعتقد ان الشمس بتلف حوالين الارض وليس العكس. طيب انا عايزة جملة واحدة, فهاخدها من جوه يا جماعة, من جوه الباراجراف, هجيب الجملة اللي جوه الباراجراف بتدل على ملخص كلامه. فالفكرة الرئيسية هنا هتكون people thought that the sun moved around the earth, ان الناس كانت بتعتقد ان الشمس هي اللي بتلف حوالين الارض. هي دي فكرة البروجراف الأولاني, ودينا زي ما انتوا شايفين كده خدناها من جوه البروجراف. ولو شفتوا باقي الفيديو اللي هو بشرح فيه القطعة كيفية حل القطعة هتلاقوني برضو كل بروجراف بيقول لخصيه أو أي قطعة بيقول لخصوها بنطلع برضو الجملة من جوه القطعة. تعالوا بقى نكتبها. يبقى هنا لما يقولي summarize يعني لخص, طبعا هاخد بالي قال لي the first paragraph البروجراف الأولاني, ولا the second paragraph البروجراف التاني, ولا مثلا هيقولي the last paragraph الباراجراف الأخير, ولا هيقولي the passage القطعة على بعضها, هنشوف هيقولي إيه وبناء عليه هكتب الجملة بتاعت التلخيص. يبقى ناس كانوا بيعتقدوا إن الشمس هي اللي بتلف حوالين الأرض, دي الفكرة. ممكن طبعا في الأول نكتب 400 of years, منذ مئات السنين, ونكمل اللي هي جاية كجملة كاملة, يعني ممكن نقول كده وممكن نكتبها على طول الجملة دي وخلاص. يلا بقى نحل سؤال تشوز. A large area of water, منطقة كبيرة من المية, with land فيها أرض, around that بتلف حواليها, it's called إيه, بتسمى إيه, مية حواليها أرض بتسمى إيه, بتسمى البحيرة اللي هي ليك, وهي البحيرة هي عبارة عن منطقة مائية شوية مية, منطقة كبيرة من المية وحواليها أرض. عكسها إيه يا جماعة؟ عكسها الايلاند الجزيرة, الجزيرة العكس, الجزيرة land أرض وحواليها water مية. To form the opposite of politely, عشان نجيب عكس, opposite يعني عكس, عشان نجيب عكس politely بأدب, we add the prefix, هنحط ال prefix ايه, ال prefix زي ما قلنا قبل كده هي الكام حرف اللي بنحطهم قبل الكلمة عشان يغيروا معنى الكلمة, ممكن يجيبوا الاسم منها, ممكن يجيبوا الصفة عكسها, اي حاجة. فهنا politely دايما
الصفة polite عكسها impolite بالاي ام. دايما نقول polite مؤدب، impolite يعني غير مؤدب، فهي هي politely هتبقى impolitely. Remember to buy some fruits، افتكر تجيب بعض الفاكهة. Please don't ايه، لو سمحت ما ايه، ما تنساش. مادام بقول لك افتكر يبقى ايه، ما تنساش. طب يعني ايه ينسى؟ forget. You should buy this cheap mobile، يجب انك انت تشتري الموبايل الرخيص ده. It's really، انه حقا ايه، رخيص. طيب يعني ايه رخيص بقى؟ ايه اللي بتساوي cheap؟ inexpensive. expensive غالي عكسها inexpensive رخيص. We can form the adjective، ممكن نكون او نشكل الصفة from the verb use، من الفعل يستخدم use، by adding the suffix، بإضافة الخاتمة أو النهاية. suffix دي كم حرف اللي بنحطهم في نهاية الكلمة برضه عشان نجيب منها الاسم أو الصفة أو أي حاجة. طيب ها إيه بقى الخاتمة اللي إحنا هنحطها في نهاية الكلمة، كم حرف اللي هنحطهم في نهاية use علشان نجيب الصفة منها؟ طبعا use يستخدم، لكن useful، useful يعني مفيد. طبعا مفيش حاجة اسمها usement ولا useness ولا usation، لا هي useful يعني مفيد. The time you spend enjoying yourself، الوقت اللي بتقضيه تستمتع فيه. With other people، مع الناس. Means social ايه، بيعني ايه اجتماعي، بيعني social life، الحياة الاجتماعية. الوقت اللي بنقضيه مع الناس بيبقى اسمه حياة اجتماعية، ونستمتع ونتكلم مع بعض وكده، ده بنسميه الحياة الاجتماعية. محدش يقولي سوشيال ميديا، سوشيال ميديا دي وسائل التواصل الاجتماعي، لكن احنا بنقول الوقت اللي احنا بنقضيه ونستمتع نفسنا مع الناس الاخرين، فده طبعا هيبقى السوشيال لايف اللي هي الحياة الاجتماعية. تعالوا بقى نشوفه في السؤال الكوركت. Her best TV program، برنامجها التلفزيوني المفضل، will start at half past four، هيبدأ الساعة 4:30. طب 4:30 هيبدأ، ده ايه؟ جدول مواعيد ثابتة، ما دام وقت محدد، ساعة ثابتة، جدول مواعيد ثابتة، يبقى على طول مش هختار ويل والمصدر، لا ده انا هحط مضارع بسيط. البريزنت سيمبل هو الوحيد اللي بيعبر عن جدول المواعيد الثابتة، يبقى هنا هتبقى ايه؟ starts، احط اس للفيرب start عشان ايه؟ هي شيئات تاخد اس، والبروجرام ده ايه؟ ده مفرد اهو، ما فيهوش اس. برنامج، برنامجها المفضل، برنامج واحد، يبقى هنا ده هيبقى at، فستارت هحط لها s، فهتبقى starts. اللي بعدها محمود go to the bakers، محمود راح للفرن. he hasn't come back home، هو مرجعش البيت. انا عندي هنا محمود راح ومرجعش. طب انا عندي هنا hasn't come، have or has التصريف الثالث للفعل، مادام عندي جملة في زمن يبقى الجملة الثانية لازم تكون في نفس الزمن، وبرضو مادام راح ومرجعش هتبقى have gone أو has gone. have gone أو has gone معناها راح ومرجعش، لكن have been أو has been معناها راح ورجع، وده الفرق بينهم. have gone راح مرجعش، have been راح ورجع، فهنا بيقولك هو مرجعش، يبقى هنا have ايه؟ have gone أو has gone. محمود هياخد have ولا has؟ هياخد has، فهتبقى has gone. Your mobile is a than، في than، يبقى هنا المقارنة في الصفات مقارنة بين اتنين. طب الصفة دي ايه؟ الصفة لو قصيرة بحط لها er، er than. طب لو طويلة more، الصفة than، يبقى هنا طبعا more أو less، بس هنا الجملة هو سايب لي الاختيار، موبايلك أغلى من موبايلي ولا اقل غلاء من موبايلي، فما دام سايبني الاختيار مش جايب لي جمله تحكمني ان انا اكتب اقل او اغلى، فانا هحط مور، يبقى مور الصفه زين، في زين وصفه طويله يبقى احط قبلها مور على طول، مور الصفه زين. طب يا ميس هنكتب مور بس؟ لا، هنكتب مور والصفه اللي بين القوسين، لان هو بين القوسين بيقول لي ده غلط، اكتب الصح بتاعه، يعني لو كتبت اكسبنسيف تبقى غلط، نشيلها ونكتب مكانها ايه؟ هنشيلها ونكتب مكانها مور اكسبنسيف. محدش بقى يكتب لي مور بس، هتبقى غلط، لان الاجابة more expensive than، نكتبها هنا كده. طيب اللي بعده، تامر has spoken English، تامر بيتكلم اللغة الانجليزية 10 years، 10 سنين، حطيت لي ان. طب انا عندي هنا has spoken، يعني ده مضارع ايه؟ مضارع تام، present perfect. طب present perfect لما بقى عندي فترة زمنية على بعضها كده بحط ايه قبلها؟ بحط for، لكن لو حدد السنة احط ايه؟ احط since، وجاية بعدها ايه؟ يبقى هنا نحط for، عشان فور الوحيدة اللي بيجي بعدها الفترة الزمنية على بعضها في حالة المضارع التام، have or has plus pp. طب هنا برضو جايب لي have or has plus pp، وجايب لي سنة محددة وحطني فور، هو ينفع فور تيجي مع السنة المحددة؟ لا،
فور تيجي مع فترة كاملة 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 5 ساعات، 5 أيام. لكن حدد اليوم، حدد الشهر، حدد السنة، حدد اسم الحاجة، يبقى على طول أحط سنس. هو حدد لي هنا اسم السنة 2020، ما قاليش 10 سنين وسكت. طب قال لي مثلا يوم الاثنين، last Monday، الاثنين اللي فات، حدد اسم اليوم، ما قاليش 5 أيام ولا 10 أيام، برضه أحط سنس. حدد لي اسم الشهر، قال لي نوفمبر، ماي، أكتوبر، على طول ما دام حدد على طول احط سنس. طبعا عندي هنا الرايتنج بيقول لي اكتب شورت ستوري، قصه قصيره، يو انجويد ريدنج، استمتعت بقراءتها. وهو غالبا لما يجيب لي اكتب قصه قصيره، يا جماعه لو طلب مني قصه قصيره زي ما قلت لكم كده في الفيديو بتاع حل عقده القصه القصيره والبايوجرافي والريفيو، لو قال لي حاجه كده في البوينت بتاع القصه القصيره او نقطه القصه القصيره، هيسيبني انا اكتب اي قصه مريت بيها. يعني ممكن يقول لي اكتب عن موقف انت مريت بيه، قصة حاجة حصلت لك، قصة انت قريتها، هيسيبني انا ألف. فبالتالي احنا نألف اي حاجة نحطها في دماغنا كده، موقف حصل لنا او قصة قريناها، ونبقى عارفين هنكتب عن ايه هنا وهنكتب ايه هنا، وهي دي اللي هنحطها. طبعا انا كنت كاتبه لكم مقدمة وخاتمة للقصة القصيرة عشان تجمع لنا كلمات، فده هتلاقوه في الفيديو بتاع حل عقدة البايوجراف بتاع المواصفات الجديدة دي، اللي هو البايوجرافي، كيفية كتاب البايوجرافي والشورت ستوري والريفيو. هتلاقوا فيه مقدمات حطها لكم وخاتمات كده، ما تكتبوها تقريبا كده بتديكوا، بتجيب لكم مثلا ما يقرب من نص الكلمات، واحنا بقى نجتهد في النص التاني في النص. طيب كده خلصنا التست الاولاني، تعالوا ندخل على التست التاني. زي ما قلت بنقرا اول حاجه، ريم is asking رانا about her plans. ريم بتسأل رانا عن خططها for her mid-year holiday، لأجازة نص السنة بتاعتها. هتعمل ايه في نص السنة؟ ريم قالت هاي رانا، رانا هترد هاي ريم. فهنا سألتها سؤال، قالت لها I'm going to Luxor، أنا رايحة لUxor. فهنا هتقول لها ايه؟ يبقى هتسألها عن المكان اللي هي هتروحه في الأجازة. هتقول لها ايه بقى؟ هتقول لها where، تسأل عن المكان where، وهنشيل to المكان. طب هنعمل ايه؟ هنعمل مقص I am في الإجابة، تطلع ايه؟ تطلع are you في السؤال. انا هنا عندي already فعل مساعد، فهعمل مقص ال I بتطلع you، you بتاخد am؟ لا بتاخد are. فعلى طول لما الاقي I am في الإجابة اطلعها are you في السؤال. بعد كده هنزل going، where are you going ايه؟ on your mid-year holiday، في أجازتك هتروحي فين في أجازتك؟ أو to spend، عشان تقضي your mid-year holiday، أجازة نص السنة بتاعتك. اللي بعده who are you going with، رايحة مع مين؟ هنشيل أداة الاستفهام وهنعمل مقص ال are you، تنزل ايه؟ I am، وهننزل going. طيب أروح مع مين بقى؟ هنزل with، مع، واكتب أي حاجة وليكن my family، هروح مع عيلتي. بعد كده سؤال، قالت لها we intend to stay there for a week، احنا ناويين نقعد هناك اسبوع. what about you، وماذا عنك؟ يبقى مدام هنا في for a week لمدة اسبوع، يبقى دي مدة، لقيت for وبعدها فترة زمنية، يبقى دي مدة، يبقى هسأل بهاو لونج وانا مغمضة عيني، كم للمدة؟ هاو لونج اجابتها for وفترة زمنية، لقيت for وفترة زمنية اسأل بهاو لونج. طيب هنا بتقول ايه؟ we intend، احنا ناويين، يبقى هنا في نية. ممكن بقى اجيب دو، ابدا بدو واليو الوي تنزل يو، يبقى دو يو انتند تو ستاي ذير، واخدها كده المده اللي انتوا ناويين تقعدوها هناك. وممكن اقول انتند دي نيه، فبتيجي مع صيغه جوينج تو، فهحط ار يو جوينج تو ستاي ذير، از يو لايك، الاثنين صح. ولنكن خلينا ماشيين نفس السياق بتاعت جوينج تو، فهنقول هاو لونج ار يو جوينج تو ستاي ذير، يبقى هنا هو المدة اللي انتوا هتقضوها او ناويين تقضوها هناك. طب عرفنا ازاي ان احنا ناويين؟ عندي intend يعني ينوي، والنية بنعبر عنها بصيغة be going to، اللي هي am is are going to plus an infinitive. what about you، ماذا عنك؟ قالت لها حاجة، قالت لها the country is my best place، الريف، the country يعني الريف، الريف هو مكاني المفضل. يبقى هتقول لها ايه؟ I'm going to the country، انا هروح الريف. فرانا هترد تقول لها ايه؟ هتقول لها مثلا have a nice holiday، اتمنى لك اجازة سعيدة او جيدة. ودايما يا ولاد have a، لما ابدأ الجملة ب have a يعني هنا معناها اتمنى لك،
واحط الحاجه اللي انا بتمنيها. Have a nice holiday، اتمنى لك اجازه نايس جيده. Have a great day، اتمنى لك يوم عظيم. Have a happy night، اتمنى لك ليله سعيده، وهكذا. طيب ممكن اقول ايه تاني؟ I wish you، اتمنى لك a nice holiday، اجازه سعيده. يعني ممكن بدل ما اقول have a nice holiday اقول I wish you، اتمنى لك، واكتب اللي بتمناه a nice holiday. الاثنين بيدوا نفس المعنى، يبقى اي اجابه فيهم هتبقى صح يا جماعه. ده كده بالنسبه للديالوج. تعالوا بقى نشوف قطعه ملء الفراغات. ancient قديم، mud يعني الطين، of colorful ملون، and carpets سجاد. ceramics are things، ceramics اللي هي القطع او الاواني الخزفيه. are things made of، مفروض تبقى made of على طول، made تاخد بعدها preposition of، مصنوع من، دي من غير تفكير. made of clay، مصنوع بتصنع من الصلصال او الطين اللي هو بنصنع منه الاواني الفخاريه اللي هو الطمير والحاجات دي. clay is a type of ايه، الكلاي ده نوع من انواع الايه، من انواع الطين، المد، احنا قلنا طين يعني مد. the A Egyptians made the first ceramics، المصريين الايه هم اللي صنعوا اول اواني خزفيه in the world، في العالم، المصريين القدماء ancient Egyptians. they can be painted with many A، هم ممكن يدهنوا بmany paints، many colorful paints، الوان ملونه او رسومات ملونه. this clay is used also، النوع الطين ده كمان ممكن نستخدمه to make vases and bowls، عشان نعمل منه الفازات والبولز الاواني. القطع بقى هنعديها عشان خلاص الفيديو كده بقى طويل قوي، عشان نعرف نكمل الامتحان التاني. احنا خلاص عرفنا القطع بنحلها ازاي. this chocolate is free، الشوكليت دي free يعني مجانا. it's a، مادام مجانا ببلاش تبقى ايه، مدفوعة الفلوس. paid، paid يعني مدفوع، هتبقى ايه unpaid يعني غير مدفوعة، ما بندفع لهاش. to form the opposite of regular، عشان نكون عكس regular، بنستخدم ال prefix، الكام حرف اللي في الاول دول، ايه بقى ايه فيهم؟ طبعا بنبقى ايه irregular، regular يعني عادي، irregular يعني شاذ. building new cities، بناء مدن جديدة. offer many new jobs، بيعرض وظائف جديدة كتير. A for our young people، للشباب عندنا، فطبعا هيعرض A وظائف كتيرة جديدة، فرص لوظائف كتيرة جديدة. opportunities، opportunities يعني فرص. my mother is making special dinner tonight، ماما عملت special dinner tonight يعني عشاء خاص النهاردة بالليل. the antonym عكس special، ايه عكس خاص، هيبقى ايه usual، usual عادي معتاد، لكن special حاجة خاصة مش بتتعمل باستمرار. طبعا delicious يعني لذيذ، ملوش دعوة بspecial خالص. expensive غالي، important مهم، دول كلهم مش عكس special. we can form the noun of speak، ممكن نجيب الاسم من الفعل speak يتكلم. by adding the suffix، عن طريق نهاية بنحطها، ايه هي؟ speaker، speaker يعني متكلم او متحدث. to a means to help and encourage someone، ايه اللي معناها بقى ان احنا نساعد ونشجع حد؟ ايه؟ ان احنا ندعمه، ندعمه يعني نساعده ونشجعه يعني support. اما respect يعني احترم، neglect يعني نهمل، export يعني نستورد. اخر حاجة عندي بقى هنا ال correct. what time is the library close، ايه الوقت المكتبة هتقفل فيه؟ دي برضو ايه؟ دي بتعبر عن present simple، حقيقة اهي، جدول مواعيد ثابت بنسأل عنه، فبالتالي هنعمل ايه؟ هنجيب do او does. طيب ال library دي مفرد ولا جمع؟ دي at مفرد، يبقى تاخد ايه؟ does. number two، ايمن attend the meeting already، انا عندي هنا ايه already، يعني ده ايه present perfect، مضارع تام. المضارع التام طب هيكون من ايه؟ have or has plus pp. طب ايمن هياخد have ولا has؟ هياخد has. we attend التصريف التالت فعل ليها، دي فعل عادي، التصريف التالت بنحط لها ايه؟ دي عادي جدا، فهتبقى attended. my mother sweep the floor now، now يعني دلوقتي حالا، مادام دلوقتي حالا يبقى ده present continuous، مضارع مستمر. المضارع المستمر بيكون من ايه؟ am is are ing. my mother هتاخد ايه؟ هنكتبها هنا بقى عشان مكان، my mother هتاخد is، و sweep هنحط له ing.
سما not have to buy some bread. مش محتاجة تشتري بعض الخبز. I've done it لأن أنا عملت كده. طيب النفي بتاع have to has to بنفيها بإيه؟ بdon't و doesn't. ما ينفعش حط not كده. طب سما تاخد don't ولا doesn't؟ هتاخد إيه؟ doesn't. وهكمل بعدها have to. وده طبعا يا جماعة في زمن present لو الجملة فيها مضارع. أما لو جملة ماضي هحط didn't have to. بس أنا عندي هنا بتكلم في المضارع عادي جدا. عندي have done اهي. I've never drove a motorbike. I've never. Never بتيجي مع ال present perfect. بتيجي بين ال have وال has وبين التصريف الثالث للفعل. طيب drove ده ماضي مش تصريف ثالث. طب التصريف الثالث ده ايه؟ driving. وبس خلاص الرايتنج هنا بيتكلم عن review of your favorite Egyptian handcrafts. مقال نقدي للحرفة اليدوية المصرية المفضلة ليك. بنكتب مقال نقدي عنها. وانا قلت لكم طريقة كتابة المقال النقدي هتلاقوها في الفيديو بتاع كيفية كتابة البيوغرافي والمقال النقدي والشورت ستوري. اتمنى بقى ان انا اكون سهلت شوية عليكم النهاردة في حل امتحانات وبالتوفيق يا رب.